الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة والأسواق المحلية في بغداد. وقال مصدر مالي إن سعر صرف الدولار بلغ في البورصة 144,600 دينار عراقي لكل 100 دولار، مضيفا أن سعر البيع بلغ 145,000 لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 143,500 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية. أعلن لبنان أنه أبرم اتفاقين للحصول على مزيد من إمدادات الوقود من العراق في الوقت الذي تواجه فيه بيروت صعوبات لتعزيز إنتاج الكهرباء لمساعدتها على الخروج من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات. وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن بغداد وافقت على زيادة حجم إمدادات زيت الوقود الثقيل إلى لبنان بموجب اتفاق قائم بنسبة 50% إلى 1.5 مليون طن هذا العام، وبموجب صفقة زيت الوقود الثقيل التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في شهر تموز عام 2021 يزود العراق الحكومة اللبنانية بالوقود مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين. تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة والصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% إلى 74 دولارا و60 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 70 دولارا و55 سنتا للبرميل. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3,600,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 12 من شهر أيار وفقا لمصادر السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. توقع تقرير نشرته الأمم المتحدة حديثا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3% في عام 2023 بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات شهر كانون الثاني، بينما انخفضت التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5%. وقال التقرير المعني بالوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من هذا الارتفاع ما زال النمو الاقتصادي أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3% في العقدين السابقين لجائحة كورونا. وجاءت توقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قال في وقت سابق من هذا العام إن النمو العالمي سينخفض إلى 2.9% عام 2023 من 3.4% عام 2022، وسيرتفع قليلاً في عام 2024 إلى 3.1%. وقبل الختام تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.